الالتهاب الرئوي أكبر الأمراض المعدية الفتاكة بالبالغين والأطفال في العالم، أودى بحياة 2.5 مليون شخص، من بينهم 672,000 طفل في عام 2019. يعرف الالتهاب الرئوي بأنه عدوى تصيب الرئتين وتسبب الالتهاب وتسبب صعوبة التنفس. من المهم للغاية تشخيص الالتهاب الرئوي خاصة عند الأطفال الصغار. يمكن أن يصاب أي شخص بالالتهاب الرئوي. يصيب الالتهاب الرئوي بشكل خاص الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. يعد سوء التغذية وتلوث الهواء وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة وتعذر غسل اليدين والرضاعة الطبيعية دون المستوى الأمثل عوامل الخطر الرئيسية لوفاة الأطفال بالالتهاب الرئوي. عالمياً، طفل واحد من بين كل 3 أطفال مصابين بالتهاب رئوي لا يتلقى الرعاية. كل 47 ثانية يموت طفل دون 5 سنوات بسبب الالتهاب الرئوي في العالم. يصاحب الالتهاب الرئوي الحاد نقصة أكسجين الدم، مما يعني أن طفلك يعاني من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. يعد التعرف المبكر على نقصة أكسجين الدم وعلاجه أمراً في غاية الأهمية. ما هو قياس التأكسجين النبضي؟ يعد قياس التأكسجين النبضي أداة أساسية وسهلة لاكتشاف نقص تأكسج الدم الذي يعني نقص الأكسجين في الدم. قياس التأكسجين النبضي عبارة عن مستشعر يوضع فوق إصبعك ويقيس كمية الأكسجين في الدم، ولا ينتج قياس التأكسجين النبضي أي ألم، وهو إجراء غير جراحي. يتم عرض قراءتين مختلفتين، أولاً تشبع الأكسجين الذي يشير إلى كمية الأكسجين في مجرى الدم، ثانياً معدل نبضات القلب. يمكن أن يساعد اكتشاف نقص تأكسج الدم بالإضافة إلى الأعراض الأخرى مثل السعال والتنفس السريع وانسحاب القفص الصدري إلى الداخل أثناء التنفس والزرقة وحرقان الأنف والحمى في اكتشاف الالتهاب الرئوي. بالنسبة لطفل يقل عمره عن 2 شهر، فإن التنفس السريع يعني 60 نفساً أو أكثر في الدقيقة. أما الطفل بين 2 و11 شهراً، فإن التنفس السريع يعني 50 نفساً أو أكثر في الدقيقة. أما الطفل بين 1 و5 سنوات، فإن التنفس السريع يعني 40 نفساً أو أكثر في الدقيقة. يمكن أن ينقذ التعرف على أعراض الالتهاب الرئوي حياة طفلك. ينقذ العلاج المبكر بالأكسجين والمضادات الحيوية الأرواح. يمكن الوقاية من الالتهاب الرئوي عن طريق اللقاحات، خاصة الإصابة بالمستديمة النزلية صنف باء والمكورات الرئوية والحصبة، لكن نصف أطفال العالم في الوقت الحالي لا يتلقون كل هذه اللقاحات. من المهم جداً أن يحظى كل طفل بالحماية الكاملة عن طريق أخذ جميع الجرعات الموصى بها من لقاحات مكافحة الالتهاب الرئوي، ويتم تطوير لقاحات جديدة للأسباب الرئيسية الأخرى للالتهاب الرئوي مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي. يمكنك المساعدة في التثقيف والتوعية بشأن الالتهاب الرئوي. شارك هذا الفيديو وأخبر أحبائك عن الالتهاب الرئوي، وشارك في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي يوم 12 نوفمبر من كل عام، وشارك على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج نيمولايت هاشتاج إيفري بريث كاونتس. أثناء مشاهدة هذا الفيديو توفي 4 أطفال و10 بالغين بسبب الالتهاب الرئوي. أوقف الالتهاب الرئوي، أنقذ الأرواح من أجل عالم أفضل، عالم جديد. نيمولايت.